رجعنا لحضراتكم من جديد استكمال لفقرات 8 الصبح. سنة أولى جامعة طبعا بتبقى مختلفة تماما، بيبقى في حياة مختلفة للطالب اللي داخل سنة أولى جامعة، حاسس بالقلق، الكوميونتي اللي كان متعود عليه أو المجتمع المدرسة بقى مختلف، هيروح يشوف ناس جديدة، هيشوف بقى دكاترة، مش هيبقى فيه مس ومستر، هيبقى فيه دكتور، فده بيخليه يبدأ إن هو يتوتر، يحس كده برهبة. طب إزاي إن إحنا نسيطر على رهبة طالب سنة أولى جامعة؟ ده هنعرفه النهاردة بالتفاصيل مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة ماري رمسيس خبير تربوي. صباحك فل. صباحك جميل. ايه الاخبار؟ انا تمام الحمد لله. انا فاكره اول يوم سنه اولى جامعه، ايوه كان خضه كده ورايحه زي كده الطفل كيجي. رايح رايح كي جي 1. ازاي بقى ابدا اسيطر انا كطالب سنه اولى جامعه على الاحساس ده؟ بس هو انا فاكره برضو مشاعر كانت مختلطه شويه ما بين الفرحه بتاعت انه المجتمع مختلف، وفي نفس الوقت خوف ورهبه كده من المجتمع ده، وخصوصا انه احنا مثلا جايين من خلفيه مدارس بنات، فانا مش عارفه الولاد اللي انا هتعامل معاهم دول نوعيتهم ايه. كمان عندك ناس اللي هي كانت في مدارس لغات مثلا ما اتعاملتش قبل كده مع مجتمع مفتوح، تعدد ثقافات مختلفه. بالظبط. وفعليا بيبقى في شويه تروما، يعني في بعض البعض بيجي لهم تروما انه ايه ده، المدرسه بتاعتنا ما كانتش كده، المجتمع بتاعنا ما كانش كده، احنا كنا واخدين، خصوصا الناس اللي هم بقى لهم مثلا 10 سنين في المدرسه يعني او اكتر، اللي هو من كي جي لغايه مثلا ثانوي عام، فشويه بيبقوا مخضوضين مرهوبين شويه توترات. فبعتقد انه الاهالي ليهم دعم في الموضوع ده، يعني التطمينات انه مرحله لطيفه وجديده قوي، فيها بصي فيها خبرات مش طبيعيه، فكره انك تتعاملي مع مختلف الثقافات يعني انت قلتي الاهل يتعاملوا ازاي، يعني يبداوا يكلموهم ازاي، زي ما انت قلتي هيتعلم ثقافات مختلفه وهيتبادل معاهم ثقافات مختلفه، انا متعود في حياتي اعمل حاجه معينه، هشوف شخص تاني بيعمل حاجه تانيه بالظبط. فهستغربه. حلو قوي اللقطه دي قوي يا داليا. ليه بقى؟ لانه غالبا اغلبنا بنبقى عايزين نروح لفكره التشابه، انا داليا شبهي شويه في الطريقه، فانا هروح للي هي شبهي، الاطمئنان لفكره الايه ثقافه القطيع، ان احنا نبقى شويه شبه بعض. المفروض بقى ان الاهل يلعبوا على فكره التعدد وقبول الاخر المختلف والاحترام، مهما كان مختلف انا هحترمه، لانه في الاول وفي الاخر هو جاي من بيئه مختلفه، تربيه مختلفه، يعني الكالتشر كلها شويه ممكن ما تكونش شفتها، يعني وخصوصا الناس اللي زي ما قلت لك قاعدين اكتر من 12 سنه ولا حاجه في المدرسه، فمتعودين ان صاحبتي اللي كانت معايا في كي جي 1 هي اللي طالعه معايا لغايه ثانوي، فجاه بيحصل انه كل حاجه حتى لو احنا درجاتنا قريبه من بعض، النص درجه والربع درجه بتختلف من كليه لكليه ومن اتجاه لاتجاه، فببقى حاسه ان ايه ده، انا السجاده بتاعت الامان اتسحبت من تحت رجلي. هل شايفه ان الكليه ليها عامل او الجامعه انها تعمل يوم للتعارف، انه الناس تبدا تصدقي فكره لطيفه قوي يا داليا، لا انا افكاري ابداعيه شاطره ما شاء الله، دي حلوه قوي، بس مين بجد عنده اللي هو تفكير بره الصندوق انه نعمل، وخصوصا الاعداد بتبقى يعني هايله، بس هي بتبقى فكره حلوه لو احنا مثلا عملنا يوم مفتوح كده في حتى في يعني في البلاي جراوند او في اللي هو الحرم الجامعي، وقعدنا بقى نتصاحب ونتكلم ونتعارف وخلفيتك ايه وانت جايب ايه، والدنيا دي بتهيألي هتكسر شويه خوف الحاجات اللي هي الجديده، الرهبه بتاعت شايفه انه الطفل اللي اتعلم وتربى ان هو يروح النادي ويتمرن تمارين مختلفه فيشوف مجتمعات مختلفه، او يروح يتمرن آلة موسيقيه، هو ده اللي بيبقى عنده القابليه اكتر ان هو يستوعب مجتمعات جديده، شويه بتفتح طريق ان هو بيبقى اتعود شويه على انماط مختلفة، بس كمان في فكرة الشخصية الاجتماعية وفكرة اللي هي انه في شخص اجتماعي قوي وفي شخص شوية منغلق ما بيبقاش عايز قوي اصحاب كتيرة، او انا بس هبقى مطمن لو اتنين تلاتة كويسين معايا يعني. فاعتقد انه كل ما كان الاهل بيدعموا فكرة انه لا اتعرف واكسب خبرات، حتى لو انت في الاول في الاخر ممكن الصداقات دي ما تكونش احسن حاجه، يعني ممكن تسبب مشاكل، بس كلها هتروح لخانه الخبرات، ان انا بتعرف على نوعيات البشر والايجابيات والسلبيات في كل طبع، فانا بعتقد انها هتبقى خبره غنيه. شايفه انه التواصل بقى المره دي هتبقى قصص مختلفه، في المدرسه كنا بنتخانق على توكه،
صح؟ طبعا في الجامعه هتبقى المشاكل مختلفه، كبرنا مدمزال كبيره او شاب كبير هتبقى مشاكل مختلفه. اعتقد هنا صداقه الام والاب بقى مهمه، ان هم يجوا يحكوا لهم، خاصه ثقافات ما نعرفهاش او خلفيات شخصيات احنا ما نعرفهمش، ايوه فازاي نحتوي ابنائنا. المثل اللي اديتيه بتاع التوكة، الخناقات بتاعت التوكة دي، انا لو ما سمعتش ولادي وهم صغيرين في الخلافات اللي هي شويه بتقال عليها ايه البساطه والحاجات في التفكير، مش هعرف اوصل لهم لما يبقوا في الجامعه المشاكل الكبيره بقى. فحلو قوي ان احنا نبدا ما نستهونش باي مشكله صغيره مع اولادنا، فحلو قوي ان تبقى ده الاساس. الصداقه بقى هنا بتبقى مختلفه شويه، يعني احنا اللي بنبدا، ها ايه الاخبار، الجامعه اخبارها ايه، هل يا ترى في حد لفت نظرك، خصوصا بقى ان فكره كمان مجتمع بقى فيه صداقات ما بين الولد والبنت، فشويه ساعات البنت بتبقى رايحه على فكره انه ايه، يا اما عندها تهافت قوي لفكره انها تتعرف على مزيد من العلاقات من الشباب، او تخوف انها تتكلم مع الولاد. فالنقطه دي يا ريت كل ام تفتحها، انه هي في الاول في الاخر هو اخوكي زميل، لازم يبقى فيه احترام، لازم يبقى فيه في الاول في الاخر تعالي ارجعي لي لو في اي مشكله او في اي حاجه حصلت، علشان خاطر الام بتعرف تعمل تطمينات. ويا حبذا بقى لو الام بتسمع، يعني ودان اكتر بهي لسان، يعني بتمتص وبتنصت وبتحترم كل مشاعرها وبتقدرها وبتتواجد معاها، كل ده بيديها فكرة انه البنت مش هتبقى خايفة، الولد لما يروح برضو مش هيبقى مضطرب، لا ده هيتحكم عليا، هيتقال عليا كذا، هأدان في الموقف ده. فكلنا لازم نبقى يعني في المرحلة دي تحديدا، انا مش بوعظ، مش بتكلم كتير، على قد ما انا بمتص كل اللي جواه وبتواجد معاه وبقول له الله انا حاسة بيك ومقدره قوي اللي انت بتمر بيه، بس تعال نفكر في الموقف ده. لو احنا انت مع انه اروح معاك الجامعه الصبح لا. زي ما كنت بوصله المدرسه؟ لا لا، انت ايه رايك؟ انت ايه انا رايك؟ بشوف انه لا بنت ولا ولد، لا يعني لا عشان خلاص، هما بيقعدوا احنا بنخاف عليهم ومش عارفه ايه دي حمايه زايده ومش بتطلع شخص صلب او شخصيه قويه. في الاول في الاخر انا ضد فكره ان الناس اللي بتاعت ثانويه عامه لما بنروح معاهم اللجان لا يعني ليه؟ خلاص بقى، يعني احنا كبرنا بقينا 16 17 سنه ما شاء الله بره مصر بيشتغلوا في التوقيتات دي، يعني بيبقوا شخصيه اعتماد على النفس جامد يعني ومستقلين. فانا لا ضد اي فكره ان انا اول يوم اكثر الخوف، لا لا، خلينا دايما نخليهم ان هو احنا في ظهركم، اوكي بالسبورت ان احنا نتكلم ونمهد قبل الموضوع، لكن انا انزل معاه زي كيجي وابتدائي لا، تو ماتش حمايه. هي مرحله انتقاليه ولازم هنمر بيها وهناخد التروما الاولانيه. أيوة. دي اللي احنا كلنا بنمر بيها، ولكن مع الوقت ان الشخص بيبقى اجتماعي بيندمج بقى في المجتمعات المختلفه، وده شيء صحي ان احنا جداً. يبقى مختلفين، مش ان احنا يبقى في بينا اختلاف مش خلاف. الاختلاف ده مهم جدا، ان هو بيسري ويعدد طبعا الحياه. وفي نفس الوقت عايزه اؤكد على فكره التعاون بقى في يعني احنا اكترنا هيبقى بندخل في مشروعات مع بعض، بنبقى عارفه فكره وده ان بقى احنا عامل الدكتور بقى ان هو يخليهم يعملوا بروجكتس تيم كده، ورك يعني مشروعات مشتركه. بالظبط. انا بشكرك الحقيقه الدكتوره ماري رمسيس خبير شكرا. تربوي، نصايح كده سريعه عن فكره التعامل عن اول يوم جامعه.